السلام عليكم وأهلا وسهلا بالجميع في الدرس 24 من سلسلة دروس تعلم برمجة صفحات الإنترنت باستخدام لغة الـ ASP MVC، واللي رايحين نحكي فيها عن صفحة الإندكس وكيف إحنا رايحين نعمل كاستمايزنج لهاي الصفحة، واللي راح نتناولها من خلال عدة دروس قادمة بإذن الله. لكن مبدئيا نحكي ما قدمناه سابقا من خلال مجموعة من الدروس، من خلال إنشاء قاعدة بيانات. وحكينا إنه لما نيجي نبني إحنا المشروع لازم نبدأ بالدي بي فيرست أبروتش، فلازم تكون عندنا الداتابيز موجودة. فأنشأنا قاعدة البيانات وأنشأنا اللي هو الكومباني، ومن خلال الانتيتي فريم وورك والانتيتي داتا موديل تم عمل جنريت للمودلز، والمودلز تحتوي على مجموعة من الملفات. أهم ملفين اللي هو الملف الكومباني دوت سي اس اللي هو مابينج مع الكومباني تيبل زي ما احنا شايفين، وفي عندي ملف ثاني مهم اللي هو الكونتكست كلاس. فالكونتكست كلاس اللي سميناه احنا بالمشروع دي بي بروجكت دي بي انتيتيز، وهو انهرتس من دي بي كونتكست. فأي كلاس بيورث من دي بي كونتكست احنا بنسميه الكونتكست كلاس. هلا الطرف الثالث من المعادلة اللي هو الكنترولر، والكنترولر لازم انه ينشئ اوبجكت من هاي الانتيتي. فزي ما انتم شايفين هاي انا عندي كنترولر، وهاي الكنترولر اوتو جنريتد سمالي اياها كومبانيز، وهي انهرت من كنترولر. بعد هيك حتى اجي اربط الكنترولرز بالمودلز لازم يكون الربط عن طريق اللي هو الكونتكست كلاس. فزي ما انتم شايفين انشانا اوبجكت اسمه دي بي، وهو اوبجكت من كلاس بروجكت دي بي انتيتيز اللي هو الكونتكست كلاس. فمجرد احنا ما كتبنا هذا الكود مباشرة زي ما انتم شايفين لازم انشئ اوبجكت من الكونتكست كلاس. فحتى انشئه راح يطلع عندي شكل الاوبجكت بالشكل اللي انتم شايفينه، دي بي اوبجكت من نوع الكونتكست كلاس. محتوياته يحتوي على بروبرتيز اللي هي الكومباني، وهي من نوع دي بي ست وتحديدا الكومباني. وطالما انه بروبرتيز من دي بي ست كومباني فمعناته بيقدر يستخدم الميثودز اللي موجوده بالداخل، وهي تعتبر احد كودات اللين كيو. فعلى سبيل المثال اللي هو التو ليست، حتى اوصل للتو ليست مباشره بحكي له دي بي دوت كومبانيز دوت تو ليست، وزي ما اسلفنا التو ليست بتجيب لي كل الداتا. نفس الاشي الاد دي بي دوت اد، عفوا دي بي دوت كومبانيز دوت اد، فبيعمل اد اللي هو الكومباني ريكورد. نفس الحكايه دي بي دوت كومباني دوت ريموف، بيعمل ريموف للاوبجكت اللي من نوع كومباني. والفايند حتى يبحث عن البرايمري كي ويجيب لي ريكورد، والوير وكونديشن وغيرها من الميثود. بمجرد ما عرفنا البروبرتي من نوع دي بي ست، هاي باختصار الآلية اللي بتربط قاعدة البيانات بالمودلز بالكنترولرز. وحكينا بالملخص انه حتى الكنترولر يرتبط بالموديل لازم انشئ اوبجكت من كونتكست كلاس حتى يتيح لي استخدم كل هذولا الميثود. وزي ما شفنا في الدرس السابق قمنا بانشاء فيوز من خلال هاي المودلز، ومن ضمن هاي الفيوز اللي هي صفحة اللي هي الاندكس. فهي على سبيل المثال حتى انشئ صفحة الاندكس مباشرة الانتيتي فريم وورك عمل اوتو جنريت لاكشن ميثود اللي هو اندكس، والاكشن ميثود اندكس بيحكي لي ريتيرن فيو، معناته حيرجع لي صفحة الاندكس او يعمل ريندر لصفحة الاندكس، لكن محملة ببيانات معينة من خلال تقنية سترونجلي تايب دي فيو اللي هي جميع بيانات الكومباني المخزنة في الداتابيز. فلما نيجي نحكي دي بي دوت كومبانيز الاتريبيوت الموجوده بالكونتكست كلاس دوت تو ليست، معناته هات الداتا كلياتها، فمباشره بينعمل ريندر لصفحه اللي هو الاندكس. فانا بعتت مجموعه من الريكوردات المخزنه استقبلتها ب ات موديل اي انيورابل اللي هو ماي بروجكت دوت مودلز دوت كومباني. هاي التقنيه اللي هي السترونجلي تايبد فيو. فالاي انيورابل راح نحكي عنها لقدام، هي عباره عن مجموعه من الريكورد من نوع كومباني. نفس الاشي راح نشوف بالكود الاندكس اللي هو ات اتش تي ام ال دوت ديسبلاي نيم 4. هاي اذا بدي اعرض الهيدر تاع الريكورد تاع الكولوم، وبما انه الاي انيورابل راح ياخذ اكثر من ريكورد فمعناته راح احتاج لفور ايتش،
وحتى اعرض الداتا مباشره، نحكي له ات اتش تي ام ال دوت ديسبلاي 4 الى اخره على سبيل المثال اللي هو السينم، حنورجيكم اياها. فبمجرد ما يتنفذ عندي الاكشن ميثود اندكس راح تظهر عندي الصفحه اللي احنا شفناها في الدرس السابق اللي هي الهيدر اندكس، لينكات كرييت نيو اديت ديتيلز ديليت، وجميع الداتا المخزنه بالداتا بي او بالتاب اللي اسمها كومباني واللي جبناها من خلال ميثود تو ليست زي ما احنا شايفين. هلا بالنسبه للكودات اللي رايحين نشوفها على سبيل المثال ات موديل اي انيورابل ماي دي بي بروجكت اسم مشروعي دوت مودلز دوت كومباني، فالكلاس مخزن بالمودلز فولدر المودلز اللي موجود داخل مشروعي. فلما نيجي نحكي على اي انيورابل معناته الريكورد الاول هو عباره عن كومباني، الريكورد الثاني كومباني، الريكورد الثالث كومباني، الرابع كومباني، الخامس كومباني. فلما اجي ابعت ليست فمعناته كانه خزن لي اياها باري اوف كومباني زي ما انتم شايفين. وطالما اني حتعامل مع عده ريكوردات فانا راح احتاج بالكود لفور ايتش، رايحين نشوفها نفس الفكره من الكودات اللي رايحين نشوفها بصفحه الاندكس ديسبلاي نيم 4. هاي اذا بدي اعرض الهيدر نيم اللي موجوده بالبروبرتي، فعلى سبيل المثال الكلاس عارفين سي نيم، فراح يكون الهيدر اسمه سي نيم. نفس الشيء اذا بدي اعرض الداتا راح تنعرض بهذا الشكل ديسبلاي 4 item dot column، أي اسم كولوم راح تكتبه مباشرة راح تجيب الداتا المخزنة بداخلها. بالنهاية حتى نورجيكم إياها بشكل عملي قبل ما نحكي عن الكاستمايزنج، نروح على مشروعنا مباشرة. هاي اللي هو الكونتكست فايل تحتوي على كومباني دي بي سيت والبرودكت دي بي سيت، وبما إنه كومباني من نوع دي بي سيت راح استخدم التو ليست والاد والريموف اللي حكينا عنهم. الكلاسات الموديل الاوتو جنريتد كود اللي انعملت من خلال انتيتي فريم ورك، هاي البروبرتي تاعت الكومباني، ومن خلال انتيتي فريم ورك بنعملها مابنج للداتابيز، فهي على سبيل المثال الكومباني، وهي على سبيل المثال البرودكت. وفي الدرس السابق قمنا بانشاء كنترولر سميناه كومبانيز كنترولر يحتوي على اكشن ميثود اللي هو الاندكس. فقبل ما اشتغل بالاندكس مباشره زي ما حكينا بننشئ اوبجكت اللي هو دي بي من اللي هو الكونتكست كلاس عفوا، ومن خلال هاي الدي بي انا بقدر استدعي الكومبانيز اللي من نوع دي بي ست اللي عرفناها بالكونتكست، وبقدر من خلالها استخدم ميثود تو ليست. فانا هنا بعتت جميع الريكوردات من نوع كومباني المخزنه داخل قاعده البيانات، فمباشره راح يحملها على صفحه الاندكس. فمنروح على صفحة الاندكس اللي داخل الكومبانيز، هاي صفحة الاندكس تم استقبالها من خلال اي انيورابل مجموعة من الريكوردات. هاي الريكوردات نوعها كومباني، فالكومباني هاي الكومباني مخزنة بالمودلز بالمشروع اللي اسمه ماي دي بي بروجكت، فهو كلاس فولدر موديل بروجكت نيم. طيب هلأ بعد هيك في عندي اكشن لينك رح نحكي عنه في الدرس القادم ان شاء الله. بعد هيك حينشأ تيبل مكون من تي ار، والتي ار يحتوي على مجموعه من الهيدر، تيبل هيدر ونهايه تيبل هيدر. فحتى اعرض الريكوردات مباشره نيجي نحكي له نستخدم ال HTML هيلبر دوت ديسبلاي نيم 4، هاي الكود بيعرض الهيدر اللي اسمه سي نيم. فالسي نيم من وين بده يجيب اسمه؟ رح يجيب اسمه من الكومباني، وهو باي ديفولت راح ياخذ اسم البروبرتي. ففي الدروس القادمه راح نورجيكم كيف راح نعدل على اللي هو الهيدر تاع الكومباني. فالهيدر راح يجيبها من الموديل اللي هو كومباني، نفس الفكره راح يجيب الهيدر اللي هو السي تايب، فالسي تايب موجود داخل كلاس كومباني، هي السي تايب، فباي ديفولت راح ياخذ اسم الكولوم وهكذا. فالريكورد الاولاني او التي ار الاولاني تحتوي على الهيدر نيم. هلا من خلال انه انا بستقبل مجموعه من الريكوردات انا بحاجه لفور ايتش، فكل ايتم داخل الموديل، كل ريكورد موجود داخل الموديل مباشره بخزنها بي تي دي، هاي الداتا المخزنه بالسي نام، الداتا المخزنه بالسي تايب، بالايميل، باليو ار ال، بالاي ديت، الباسورد والى اخره. وبالنهايه بننهيها بثلاث لينكات نحكي عنهم بالدروس القادمه ان شاء الله.
اللي هي لينك اديت ولينك ديتيل ديتيلز عفوا ولينك اللي هو ديليت، وبيظل يكرر الفور لوب لحد ما يعرض كل البيانات، وبالنهاية بكون عند العرض بهذا الشكل. ننتظر عليه شوي. زي ما انتم شايفين هاي الهيدر، تيبل هيدر، والاسماء اخذها من الكلاس كومباني باي ديفولت، هي نفسها اسم الكولومز، ومباشرة بينعمل فور ايتش للبيانات المظللة عندي بالصفحة. فأول ريكورد راح ينعرض، ثاني ريكورد، ثالث ريكورد، لغاية ما يعرض لي جميع البيانات المخزنة. هذا بشكل عام صفحة الاندكس. هلا هاي الصفحة تم عملها من خلال الانتيتي فريم ورك زي ما ورجيناكم بالدرس السابق، وهي الصفحة بحاجة إلى مجموعة من الكستمايزنج راح نتناولها بالتفصيل في الدروس القادمة. لكن قبل ما ننهي، أهم شغلة لازم أسويها إنه أنا عندي الباسورد، كولوم الباسورد ما بصير إنه إحنا نعرضها، فلازم كبداية لازم أشطبها من العرض، فأشطبها من التيبل، وهذا أول تعديل رايح أسويه. بدي أشطب عمود من التيبل، فحتى أشطب العمود من التيبل مباشرة بنروح على المشروع تاعنا، نعمل له ستوب، ومباشرة بنشيل الهيدر تاعه، بنروح على التيبل هيدر اللي فيها باسورد، هي التيبل هيدر اللي فيها باسورد، وبنعملها ديليت. فإحنا شلنا الهيدر، هي المرحلة الأولى. والمرحلة الثانية بنشيل الداتا المخزنة بالباسورد اللي هي التي دي داخل الفور ايتش، وبنعمل لها ديليت، لأنه المنطق بصير ما بصير نعرض الباسورد مشكلة. فعشان هيك شطبتها من التي اتش وشطبتها من التي دي. وبعد هيك نيجي بنعمل رن، فزي ما انتم شايفين عرضنا جميع البيانات باستثناء الباسورد كأول كاستمايزنج بالنسبة لصفحة الاندكس. هلا في الدروس القادمة رح نتناول مجموعة من الكاستمايزنج رح نتناولها بالتفصيل. فشطبنا عمود، هي أحد الكاستمايزنج على صفحة الاندكس. الشغلة الثانية اللي هي الاكشن لينك، والمقصود بالاكشن لينك اللي هن اللينكات كرييت نيو اديت وديتيلز وديليت، رح نتناولهم بالتفصيل ونعمل لهم كاستمايزنج. الايمج زي ما انتم شايفين عبارة عن باث الصورة، فالمفروض انه الباث يتحول لكنترول ايمج، هاي برضو رح نتناولها من عمليات الكستمايزنج. في عندي موضوع مهم اللي هو داتا انوتيشن، فرح نحكي عن الميتا داتا تايب، ورح نحكي عن الديسبلاي وتحديدا ديسبلاي نيم حتى اغير الهيدر، والداتا تايب من ضمن الداتا انوتيشن، وفي عندي الديسبلاي فورمات برضو من ضمن متطلبات الداتا انوتيشن فيما يتعلق بصفحة الاندكس. هذا كل ما يتعلق بالنسبة لدرس اليوم، بتمنى أن يكون كل شيء واضح، وشكرا لحسن استماعكم، ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم.